السلام عليكم. صح صح وصحح من المقولات التي تعبر كل يوم على آذاننا. آذاننا دي جمع ودني يعني وعلى عقولنا أيضا. هي فكرة إنه مصر قبل قيام ثورة يوليو 1952 كانت مدينة انجلترا، وكانت انجلترا مدينة لمصر بتلاتة مليون جنيه استرليني، والبعض قاعد يحسبها وقالك بما يساوي 29 مليار. والكلام ده علشان يقولوا ايه؟ عشان يقولوا ان الاقتصاد المصري كان قويا متينا وصلبا ما قبل يوليو، وبعد يوليو انهار وقع وبقينا مدينين شوية بشوية بشوية. هو عايز صاحب هذه المقولة او اللي بيصدقها او اللي بيروجها، وهي رائجة جدا على فكرة، عايز اولا يتكلم عن عظمة مصر، وده شيء لطيف وجميل ان مصر تبقى يعني انجلترا مدينة لمصر بثلاثة استرليني، دي حاجة فظيعة جبارة يعني، وان احنا بنستعيد عايزين نستعيد امجادنا او ما نعتقد انه امجادنا. فالمغزى الاولاني مغزى لطيف وطيب، محاولة لتقديمنا باعتبارنا اصحاب امجاد وبلد كنا قوية وصلبة جدا، ولدرجة ان احنا مسلفين انجلترا. المغزى التاني مغزى سياسي، ان هو كاره ثورة يوليو ورافض ثورة يوليو، وعايز يعظم تاريخ الملكية ويعتبر انها كانت حاجة عظيمة جدا. وطبعا انا عايز اقول لكم انه هي لا كانت حاجة عظيمة ولا نيلة، وانه التاريخ بيحتمل تماما قراءات متعددة، وانه فيها حاجات كويسة وحاجات وحشة زي كل وقت وزي كل عصر. انا مش عايز بس مشاعرك وعواطفك تطغى على الحقيقة، يعني انت حب وكره زي ما انت عايز، ده موضوعك ما فيش مشكلة خالص، وانت حر تماما يعني، لكن ما يبقاش بكذب، وما يبقاش بكذب منتشر او كذب انت مصدقه. مصر مسلفة انجلترا، لا يا حبيبي ده ما كانش موضوع فيه سلف خالص. مصر كانت تحت احتلال بريطاني، جت معاهدة 36، عملنا معاهدة وانسحبت القوات البريطانية وبقت موجودة بس في قناة السويس، لكن المعاهدة دي كانت بتلزمنا بالتعاون العسكري الكامل والاقتصادي وكل شيء مع انجلترا في حالة نشوب حرب فيها طرف انجلترا. فقامت الحرب العالمية الثانية، فاصبحنا مسؤولين بناء على المعاهدة بالالتزام ببنود هذه المعاهدة، فضلا على انه رجعت تاني القوات الانجليزية للاراضي المصرية مش بس في قناة السويس بقى، علشان مواجهة قوات المحور وقوات الالمان. عظيم. الحاجة التانية ان احنا في الوقت ده اعلننا الحرب ايضا، لكن في مرحلة متأخرة جدا، على المانيا علشان خاطر نحاول نكسب اي مكاسب سياسية بعد الحرب، ناخد استقلال، نعمل معاهدة جديدة. فكان تكتيك من النوع ده يعني بالنسبة لصانع القرار السياسي المصري. انما الحقيقة انه فعلا لنا فلوس عند انجلترا وقتها، بس مش ان اقتصادنا قوي، لانهم سيطروا على كل حاجة حضرتك سعادتك. هم اول حاجة عملوها احتكروا القطن، هما ناس في المرحلة دي وفي الوقت ده عايزين بقى ملابس ليه وصناعة اقمشة وبدل وبتاع، مش في جيه في جيوه بملايين، فهم احتكروا صناعة القطن عندك، احتكروا قصدي صناعة القطن. الحاجة التانية ان هم احتكروا السكة الحديد، استخدام السكة الحديد بكل تكاليفها، انت دافع التكاليف دي، يقولك ايوة احسبها علينا، اكتبها عندك على الدفتر. فعندنا نكتب في الدفتر بقى، خدوا القطن، خدوا انتاج 74 يعني مصانع مصرية، مش 74 مصنع وورشة انتجوا قنابل يدوية بدائية طبعا للانجليز مجانا الكلام ده. خدوا 100,000 جندي مصري، مصري سوداني يعني، في حاجة اسمها الفيلق المصري، راح حارب مع قوات الحلفاء في بلاد في أوروبا، وبالمناسبة واللي منهم مات ومدفون هناك ومقابرنا هناك. 22,000 جندي مصري وسوداني، لأن مصر والسودان كانت بلد واحدة وقتها، استخدموا وجندوا لصالح حراسة وحماية قناة السويس. انت بتتكلم على سكة حديد، احتكار قطن، مش بس كده، البغال والحمير لمؤاخذة، والحصنة والجمال لمؤاخذة، بتاعتك بقت بتاعت الإنجليز وقتها، واكتب على الدفتر حضرتك، اكتب في الدفتر ده مرزوق افندي اديله حاجة، كانوا شغالين كده انجلترا بالنسبة لك، اكتب انت صرفت كام او احنا خدنا منك كام، واحسبها بالنسبة لنا كدين. انتهت الحرب، انتصر الانجليز، خدنا بقى الفلوس اللي عليهم،
استردنا حاجة؟ مش احنا كان صناعة قوية فبنصدر لهم؟ مش احنا صناعة قوية؟ لا، ده تمن السطو على ثروتنا واستخدامها من قبل الاحتلال الانجليزي وما دفعوش كمان إلا عليهم. انما لا، عصر عظيم وقوي ولا اقتصاد متين ورهيب، ده تتحفية. يعني احنا كنا بنعمل مشروع قبل يوليو، مشروع مقاومة الحفاء، ان الناس تلبس لمؤاخذة جزم.